بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات احنا اتعلمنا حاجه مهمه جدا. ايه؟ اتعلمنا ازاي نقدر نتعامل مع الديربي داتابيز، وعرفنا اللي هي داتابيز بسيطه سهله اقدر اتعامل معاها، خفيفه على الجهاز، مفيش فيها اي مشكله خالص. بس انت عندك مشكله بسيطه قوي. ايه؟ احنا حطينا البرنامج عند العميل، برافو، والبرنامج اشتغل جميل، مفيش اي مشكله اهو. طيب حاجه مهمه بقى، ايه؟ طب الداتابيز اعمل فيها ايه؟ صح ولا لا؟ اخدها احطها فين؟ ما هو كده البرنامج بس، واخد بالك؟ كده البرنامج بس، لسه الداتابيس دي، الداتابيس ده اهي كومباني دي، اخدها واديها فين؟ صح ولا لا؟ انا حابب ان انا اعملها لك بطريقه يعني ايه بروفيشنال شويه. بمعنى ايه؟ ايه رايك؟ البرنامج لما يشتغل يشوف لو الداتابيس موجوده يتعامل معاها، لو الداتابيز مش موجوده يعملها. لا لا لا، نقول كمان، اقول حاجه كمان، ركز معايا. يبقى اذا انا عايز البرنامج بتاعي هيشتغل اهو، او هيشتغل، عايزه هو بيقوم يعمل ايه؟ يشوف هل الداتابيز دي موجوده ولا مش موجوده. لو موجوده خلاص يتعامل معاها، طب لو مش موجوده يعملها. لو مش موجوده ايه؟ يعملها. ركز معايا في الكلام. طيب ازاي يعني الكلام ده بيحصل ازاي يا باشمهندس؟ بص معايا بقى، واتمنى ان انت تركز لان دي حاجه هتعملها في البروجكت بتاعك. بص يا سيدي، ايه رايك؟ ومنتهى ايه البساطه، مش دي الداتابيز اللي هي اسمها هامب دي؟ اهي. لا 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 لا، انت بتعمل ايه؟ انت هتمسحها؟ طب ما هو كده لما تعمل رن، ركز معايا في الكلام حضرتك، دلوقتي لما تعمل رن للابلكيشن بتاعك هو اللي الجي او اي بتاعك، طبعا هيرمي ايرور. طبعا، صح ولا لا؟ ليه؟ ما هو مفيش يا ابني داتا بيز. صح ولا لا؟ شوف بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكونكشن ووز ريفيوزد بيكوز داتا بيز كامب نوت ايه؟ نوت فاول. بيقول لك الداتا بيز بتاعتك دي مش موجوده. ركز معايا بقى، الكونكشن دي او الدرايفر ده، كلاينت درايفر بيتعامل مع داتا بيز موجود. ركز في الكلام. يبقى ده الدرايفر ده بيتعامل مع داتا بيز ايه؟ موجود. يعني لازم الداتا بيز تبقى موجود. لا انا مش عايز كده، امال انا عايزه، عايز درايفر يتعامل مع داتا بيز موجوده، ولو مش موجوده اقدر ان انا ايه؟ اكريتها. الله ينور عليك. الدرايفر ده بقى اسمه ايه؟ بص معايا، اسمه امبيدد درايفر، اسمه كده. ركز بقى معايا في الكلام، اسمه ايه؟ امبيدد درايفر اهو. ده يقدر يعمل كده، ومن خلاله اقدر ان انا ايه؟ اقدر ان انا ركز اعمل داتابيز. الله ينور عليك، بالظبط كده. طيب وبعدين بالنسبه للكونكشن، الكونكشن شوف شوف شوف، هنا بيقول له ايه؟ بيقول له بعد اذنك، ايوه، روح اعمل كونكت على الداتابيز اللي اسمها كومباني. طب يا عم هي مش موجوده، صح ولا لا؟ اعمل ايه ساعتها؟ اقول له بص 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 بص، اقول له اعمل، اقول له ايه؟ اهي، بص 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 بص، اقول له ايه؟ ديربي اسم الداتابيز بس، ركز معايا. يبقى اذا بيقول له ايه هنا؟ امبيدد درايفر، هو درايفر يستطيع ان هو يتعامل مع داتابيز او يعملها، لكن الثاني لا، يتعامل بس. طيب جميل. وبعدين الكونكشن، اقول له روح على مين؟ روح على الداتابيز اللي اسمها كومباني. طب ما هو دلوقتي لو عمل رن برضه هيطلع ايرور، صح ولا لا؟ هو مبدئيا الامبيدد درايفر ده مش موجود. طيب نجيبه منين؟ ده بقى احنا كنا عاملين للديربي كلاينت، لا نروح بقى ايه؟ جار فايل في الديسك توب، نعمل بقى ايه؟ للديربي، الديربي دوت جار معايا، نعمل رن. طب ما هو برضه هيطلع لك ايه؟ ايرور. ليه ايرور؟ لان حضرتك نفس الكلام، ايه؟ الكمباني مش موجوده، صح ولا لا؟ الداتا بيز ما هياش ايه؟ ما هياش موجوده، صح ولا لا؟ طيب نعمل ايه بقى ساعتها؟ بص بقى معايا الكلام بقى، بص معايا، هنقول له ايه؟ هنقول له لو حصل اكسبشن، لو حصل ايه اكسبشن؟ ايوه، يا ريت حضرتك تعملها لي. ازاي بقى؟ بص 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 بص، اهو لحد هنا اهو الامور هتمشي زي الفل. لو لقى الداتا بيز اهو، ركز معايا، يبقى هنا بيحمل الدرايفر، وبعدين بيكونكت على الداتا بيز، وبعد كده بيعمل الاستثناء، صح ولا لا؟ كلام جميل. طب هو اساسا يا باشمهندس، ها قول قول، ها مش لاقي الداتا بيز يعمل ايه؟ هيطلع اكسبشن.
هيطلع ايه؟ اكسبشن. هيطلع اكسبشن. طب اعمل انا ايه؟ اقول له بقى لو طلع اكسبشن، لو طلع اكسبشن ايوه لا اعمل، روح اعملها بقى. يبقى الجزء ده بيعمل ايه؟ بيكريت الداتا بيز. ازاي؟ هقول لك دلوقتي. طيب عايزين بقى نعمل ايه؟ نطلع التعريف دون فوق. يبقى اذا لو ما لقاهاش، طب ما هي الكونكشن مش هتتعمل وهتبقى بنال، والجمل دي مش هتتنفذ، صح ولا لا؟ بالظبط. يجي بقى هنا بقى هينفذ الاكسبشن ده ازاي بقى اعملها؟ بص بص بص، رحت قلت له ايه بقى؟ اعمل لي كونكشن. ما هي الكونكشن دي فشلت ليه؟ لانه مش موجود، صح؟ اقول له بقى اعمل لي كونكشن كمان، بس مع ايه بقى؟ مع الكومباني، ولو سمحت شوف بعمل سيمي كول، وبعد كده اقول له كرييت بترو. كرييت بايه؟ بترو. واعمل لي سكيما اسمها روت وروت. وصل هنا ايه بقى؟ يكرييت الداتا بيز. يكرييت الداتا ايه؟ الداتا بيز. بالظبط. وبعدين كده عمل كونكشن مع داتا بيز مش موجود. ليه؟ وقلت له ده انا هعملها كرييت بترو. وبعدين قلت له بقى خلاص بقى الاستيتمنت كونكشن كرييت استيتمنت. اعمل لي ايه؟ استيتمنت. طب انا عايز انفذ بقى، انا عايز اعمل الجدول بتاعي، صح ولا لا؟ الجدول بتاعك اسمه ايه؟ كاستمر. بالظبط كده اهو. الجدول بتاعك اللي احنا بنتعامل معاه في جمله الانسرت اسمه ايه؟ اسمه كاستمر. بالظبط اهو. كاستمر. طيب حضرتك كمان بتعمل ايه؟ عندك اي دي وعندك نيم اهو. شوف بقى جمله الكرييت موكله هنا اكزيكيوت، واخد بالك؟ ليه اكزيكيوت؟ لانها جمله دي دي ال انشاء جدول اهو. كرييت تيبل، اعمل لي جدول اسمه ايه؟ اسمه كاستمر. وافتح قوس وادي له اسم العمود والنوع بتاعه، ونطلع نطلع اللي معناه اللي هو مثلا ايه، إيه, 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 إيه ما ينفعش يحط فيه قيمه بلال فارغه يعني. وبعدين اسمه فاريد شار، فاريد شار وحجمه ايه؟ 30، عامل زي سترنج كده. وبعد كده برايمري كي، خلي العمود الاي دي ده ببرايمري ايه؟ ببرايمري كي. كده الداتا واحد يقول لي طب افرض عندي ثلاث جداول، خلاص يبقى في اعمل كمان اس تي ام تي اكزكيوت كرييت جدول ثاني اسمه مثلا ايه؟ ايتمز اصناف، يعني اعمل اللي انت عايزه. وصلت الفكره؟ اي مشكله؟ اي مشكله؟ طيب لو حصل ايرور طب تقول لي في الجي ليبل بقى، قول لي نو كونكشن. معايا يا شباب؟ طيب اقول له رن. بص بقى اللي هيحصل، رن البرنامج اشتغل. بص 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 هيشتغل اهو. اهو اشتغل. خد وقت عشان الداتا بيز ايه؟ تتعمل. الله ينور عليك، وما طلعش ايرور. السؤال بقى اللي ايه؟ اللي انت عايز تساله لي، طب هي الداتا بيز اتعملت فين؟ بص بص بص، افتح المشروع بتاعك. طبعا ايه؟ ما اتعملتش في النيت بينز اهو. ما اتعملتش هنا بقى، انسى هنا بقى. امال حد يقدر يخمن اتعملت فين؟ ها حد يقدر يخمن؟ في المشروع بتاعك، في المكان او في الفولدر بتاع المشروع بتاعك. كنس اهي، مش ده المشروع بتاعك اهو؟ اتعملت اهي، بامب اتعمل في الفولدر بتاع المشروع ايه؟ بتاعك اهو. لو عملت رن ثاني اهو اشتغل على طول اهو. حط بقى 10، اسمه ابراهيم، ونشوف هيسيف ولا لا. سيف كومبليت. قال لا ده اشتغلت عادي اهو، طبعا مفيش فيها اي مشكله. يبقى من خلال الامبيدد درايفر اقدر ان انا اتعامل مع داتا بيز موجوده او مش موجوده. الامبيدد درايفر ايوه اتعامل المره دي مع داتا بيز موجوده. طب لو ما لقاهاش اروح بقى اقول له يعمل لي كونكشن مع داتا بيز وانا اللي هعملها كرييت بترو، واعمل بقى ايه؟ جمله الدي دي ال بتاعتي. وصلت الفكره؟ طيب نعمل بقى كلين اند بيلد، لان انا ايه؟ انا عارف انكم مستنيين الحته دي. طب عند العميل اعمل ايه؟ ولا حاجه. بص 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 بص، كليك يمين، كليك يمين ايوه، كلين اند بيل، ماشي شكرا. طيب وبعدين روح زي ما احنا متعودين على المسار بتاع المشروع بتاعك، لان انا عارف ان انت مستني الجزئيه دي. تقول يا الله طب ما انا دلوقتي يعني 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 لازم اعمل الفولدر بتاع المشروع عند العميل. اصبر اصبر هتشوفها بعينك دلوقتي اهو. اروح على ديستنيشن اخد الفايلات دي، كليك يمين وايه وكوبي، وبعد كده خلاص ده اللي هيروح للعميل بتاعك اهو. الفولدر اهو، امسح القديم وحط الجديد.
بالظبط يا سيدي، وصلت الفكره؟ ها السؤال بقى، يلا بقى يا باشمهندس، ايه نعمل ايه؟ نضغط عشان البرنامج يفتح. طب ما هو مش هيلاقي الداتا بيز، هيعمل ايه؟ واخد بالك عمل ايه؟ عملها. صح ولا لا؟ البرنامج او الجار وهو بيقوم قبل ما يفتح الفورمه دي عمل الايه؟ عمل الداتا بيز. كده اصبح البرنامج بتاعك، ايوه انت ما عرفتش وجع دماغك بقى، صح ولا لا؟ اصبح البرنامج سهل بسيط. انا اعمل الايه؟ اعمل الجار فايل، اخده كوبي معايا على الفلاشه واقول له يا عم شغل. لا الداتا بيز لقاها، ما لقاهاش هيعملها. وصلت الفكره؟ كده البرنامج بتاعك اصبح ايه؟ مرن، اقدر احطه على اي جهاز، صح ولا لا؟ وصلت الفكره؟ طبعا الموضوع مع الديربي داتا بيز سهل جدا، اما مع باقي الداتا بيز برضه سهل، ولكن انت لازم تسطب ايه بقى؟ لازم تسطب الاوريكال سيرفر، او لازم تسطب الماي سيكوال، او لازم تسطب ايه؟ الاس كيو ال سيرفر، او على حسب نوع الداتا بيز اللي انت بتستخدمه. لكن مع الديربي داتا بيز زي ما انت شايف هي داتا بيز ممتازه جدا، تقدر انت تتعامل معاها بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.